دلتا ايد باتي ايد ننا ايد هو ضد ديسنا لكل تدهن ننا تتود تصير ايد ننا ننا لما تسيق تنانوش قريبي عادي حتى انت ننا تدهن صارت ديس ايد دد ايد ميت سنت حتى ماما ميت سنت ايد يموت لابد وان كل اسرة تحتفظ بمثل هذا الالبومات يعني وتعلق زي هذه الصور لأحبابها وأقاربها وتتوارث من هذه الصور عن أسرنا يعني كلنا توارثنا عن أسرنا وأحيانا بعضنا يشترك مع الآخرين في هذه الصور هذه الطريقة اللي كنا زمان كلنا نستخدم فيها للحفاظ على الصور متاعنا بعناية كبيرة لأن حاجة كانت عملة نادرة زي ما يقولوا الأمر طبعا أصبح سهل مع تطور فن التصوير والسكان وسهولة الوصول للمعلومة فأصبحنا نشترك حتى في الصور أن احنا نديره سكان لصورة أو يكون عندنا نيجاتيف مثلا نشتركه في بلدها إن ورث أحدكم صورة عن والديه مثلا فإنك تحاول بأكبر قدر ممكن أن تعرف كل شيء عن الصورة من أخذ الصورة مثلا متى أخذت المكان اللي التقطت فيه وين تصورت من هو هذاك الشخص اللي في الخلفية شن هذا اللي لابسين وين مشت هذه الحاجة اللي هي موجودة على الطاولة أو السيارة اللي كنا نملكوها وشن صار في الحيوان هذاك اللي كان معنا في الصورة وتبدأ في تطوير الأسئلة لمعرفة الكاميرا واللي تصورت بها وتبدأ تحسب كم كان سن كل فرد في الصورة وتوسع البحث وتقارنها بصور لنفس الأشخاص في زمن مقارب وهلما جرى دير هذا كله لتثري معلوماتك عن تاريخ الأسرة أو حتى صورك أنت في طفولتك بعض الصور زمان تحمل هذه المعلومات كلها نعطيكم غير أمثلة هذه الصور ليني وللوالد الله يرحمه وعمي أخوي في الخلفية متاع الصورة هذه على فكرة هنتكلموا على الإطار هذا بعدين بعد شوية بس في الخلفية هذه فيه الختم وفيه التاريخ متاع التصوير أنا محظوظ لأني نعرف بالضبط أمتى تصورت الصورة هذه و نفس الشيء في صور كثيرة عائلية هذه أنا مثلا وأخوتي كنا لابسين الكشابية في الخلفية نفس الشيء فيه الختم ومكان التصوير وإلى آخره يكفي تقلب زي ما قلنا الصورة باش تلقى ختم المصور والمعلومات هذه لكن مش كل شيء نلقوا فيها هذا الشيء وهذه هي الحلقة هذه هي كلها عن الصورة نفسها وتاريخها وكيف نعرف عليها حاجات هلبة وأحيانا في الأسفل متاع الصورة أنا عندي صورة وأنا عمري 18 شهر هذه الصورة هذه نشوف فيها طول عمري أنا ووالدتي مع عمري انتبهت أن الصورة هذه عليها ختم التصوير في الأسفل فلين قعدت نشوف فيها بدقة واللون كان هافت جدا للكتابة وصغير صغير هلبة طبعتها الكاميرا نفسها فبعد ما ندقق فيها مثلا هذه كانت في يناير في 74 على أي حال اللي بنقوله ان يعني بعد ما نشوفوا هذه المعلومات كلها نزيدوا نعصر الذاكره متاع الاب والام عن بقيه التفاصيل وهذا طبعا هو عين المتعه في مراجعه الذاكره الاسريه من خلال الصوره أهلين ومرحبتين بكم في هذه الحلقة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فوسا والحلقة هذه الثالثة عن الصورة نفسها من أول صورة دخلت وتصورت عن ليبيا إلى الصور بعددها اللامحدود ونشوفوا فيها كل يوم في وقتنا هذا باستعمال الهواتف النقالة هذه اللي يقولوا سمة من سمات هذا العصر هو الاعتداد بالنفس لدرجة يعني الجنون حب الذات لدرجة الجنون نديره في سيلفي في كل شيء وبعدين نصوره في الماكلة وبعدين صغارنا والأماكن اللي سافرنا المهم حاجة لا تنتهي زمان الصورة لها قيمة لأنك تاخذ صورة واحدة وتمشي تحمضها وتتعب عليها وتدير عليها وما تاخذهاش إلا بالزاوية الصح وتفكر فيها قبل ما تديرها فتحطها في الألبوم وتقعد لك ذاكرة إلى الأبد الآن التصوير الرقمي هذا أصبح مبتذل أحيانا تصور آلاف الصور وما عادش تشوفهم بعد ما تصورها على أي حال بدينا الكلام بالعيلة الصغيرة والأسرة القريبة والآخره لكن
ماذا عن أسرتنا الكبيرة وحاضنتنا ليبيا؟ الأمر يختلف شوية وهلبة في نفس الوقت من ناحية المعلومات المبدئية اللي نحتاجها، وحنمر بها خطوة بخطوة. غير المشكلة هني طبعا ما عندكش بوك وأمك يشرحوا لك على الصورة أو قريب هو اللي اخداها، هني حتعتمد كليا على البحث التاريخي وعليه توظيف كل المعلومات اللي عندك من أساليب البحث والتقصي، زي المخبر الجنائي زي ما يقول. أولا لازم نديره أو نبدو بمعلومات فاتت علينا، زي مثلا لو كنت في طرابلس في القرن التاسع عشر ولقيت صورة تصورت في استوديو في طرابلس، زي ما قلنا فهي في الغالب في استوديو مثلا، سامحوني نجيب هذه، فهي في الغالب مثلا تكون في استوديو قصار أو استوديو أليس أو الزوز، وتعرفنا على مكانهم وين وشن التقنية اللي استخدموها. لو كنت في الأربعينات مثلا في طرابلس فاستوديو غالبا يكون مارغوني، لو كنت مثلا في الخمسينات فاستوديو غالبا استوديو جدة، وهذا كله طبعا في مدينة طرابلس. تتحدد زمن الصورة وتعرف من خلال المحاضرتين اللي فاتوا شن موجود في المدينة أو القرية متاعك من مصورين واستوديوهات. لكن زي ما قلت نبدو بصورة ما نعرف عليها شيء، نبدو بنوعية الصور أبيض وأسود، سيبيا أو سيبيا اللي فيها نوع من القهوة هيك شوية، وتلوين يدوي ملونة أصلا، وكل واحدة عندها فترتها الزمنية، صورة محمضة في معمل، صورة عندها نيجاتيف، صورة بولورويد وهكذا، مربعة مستطيلة على ورق، على سيلفر بليت، على مرش، شنو نوع الكاميرا اللي تصورت بها. المهم خلونا نولوا يعني نبدو في تتبع تاريخ الصورة والكاميرا والتقنيات بتاع التصوير باش نعرفوا تاريخ الصورة والتصوير في بلادنا. وعلى فكرة يعني ليبيا مش على معزل عن العالم، أكيد في العالم كله، لأن احنا خاضعين لنفس عجلة التطور اللي مر بها العالم، ولحسن حظنا أن نعرف المراحل اللي فاتت عليها الصورة أو التصوير الفوتوغرافي عموما. خلوني نعطي مثال قبل ما نخش في التفاصيل. هذه الصورة اللي في الشاشة قدامكم صورة بولورويد، لنفترض ما نعرف عليها شيء، يعني معرفتنا للتقنية اللي تصورت بها نقدر نحدد تاريخ الصورة. بمجرد ما تشوف الصورة تعرف ان هي الصورة هذه تكون مستحيلة اتخذت قبل سنة 1948. علاش؟ كيف نعرف الموضوع هذا؟ لأننا نعرف أن البولورويد كآلة تصوير وكتقنية اخترعت سنة 1948. مثال ثاني في الصورة هذه كذلك، والنيجاتيف اللي تصور في قدامكم متاع 35، مستحيل تكون صورت الصورة انخدت قبل سنة 1939، وجودها في ليبيا مش سابق لسنة 42. المهم اللي بنقوله معرفة تاريخ التكنولوجيا تساعدنا لمعرفة تاريخ الصورة، وهذا اللي بنديره توه، وهو تسلسل كرونولوجي عليه الصورة. التصوير زي ما شرحنا قبل بدأ في العالم عن طريق جوزيف نيبس سنة 1839، وليبيا أقدم حاجة وصلتنا سنة 1860، والعدد جدا ضئيل هذاك الوقت، لين صارت طفرة لأواخر القرن العشرين مع كثرة الرحالة وبداية استوديوهات المستقرة. يعني الصورة مستحيل تكون قبل 1839، لأن ما فيش تصوير، واحتمال كونها بعد 1960 وارد جدا. هنا يجي دور معرفة نوع الصورة. لو تملك الصورة الأصلية، مش ناس هلبة يقولوا هذا أرشيف الأستاذ الفلاني والدكتور الفلاني والحاجة هذه، وهو لا يملك الصورة الأصلية، هذا كمش أرشيفك. لما ما عندك صورة أنت عندك مجرد نسخة متداولة، هذه هي مش نسختك، هذا تدليس، هذا كذب. فالمهم لو تملك الصورة الأصلية ننصحك أول حاجة تديرها تقلب الصورة من الجهات كلها. ونعطيكم المثال اللي قلت قبل شوية عليه، الصورة متاعتيني لما كنت صغير، وتقليب الصورة مهم جدا لأسباب هلبة، منها أنت يعني حتى الورق نفسه فيه كتابة دقيقة جدا من الخلف تبين نوعية الورق والتاريخ متاع الورق، وهذا بنجوه بعدين. لكن طبعا هذه صورة جدي على فكرة، تخرج من الأزهر سنة 1906، وجدي هذا صوره مصور، ولما جاب المصور الصورة متاعها بيعطيها له ملقاش في الحوش، فحط الصورة
وعليها رسالة ما زلنا نحتفظ بها، تقول أنني جيتك وما لقيتكش بالتاريخ الفلاني، ومكتوب عليها اسم المصور. بمعنى أحيانا عندك المعلومة ما تعرفش هلبا، لكن احنا هنا نفترض الحاجات اللي هي ما نعرف عليها شيء. نولوا التالي شوية ونعدد أنواع الصور حسب الفترة الزمنية. فالعالم بدأ بنوع من الصور يسمى ديجيريوتايب. الديجيريوتايب نوع غالي جدا من الصور، ولهذا اللي نحتفظ به في مثل هذه الفازوات اللي تشوفوا فيها، اللي تدير تنحي الرطوبة. هذا النوع من الصور يسمى ديجيريوتايب، وهذا النوع زي ما قلنا جدا نادر وغالي. ولو أنك في ليبيا أسرتك تملك هذا النوع من الصور وجدك تصور بها، معناها راك من أسرة مرفهة، وعلى الأقل زمان كنتوا حالتكم باهية. وقبل ما يجي الزحف الأخضر اللي قضي على الأخضر واليابس في البلاد. على أي حال، المهم هو أن هذا النوع من الصور بدأ سنة 1839 مع بداية التصوير، وانتهى العمل به سنة 1860. وهذا كلام تقريبي، لأن فيه هواة ما زالوا يستخدموا في هذا النوع من التصوير. هذه كيف تعرفها؟ يعني التصوير على فكرة بهذا النوع من التصوير صورة واحدة بس، ما فيش منه نيجاتيف، ما فيش منه دوبليكيت، ما فيش حد أي حاجة تانية غير توا احنا نديروها في سكان. تندار على صفيحة من الفضة فضية، مادة فضية، طبقة فضية خفيفة جدا. ومن السهولة معرفتها لأنك بمجرد ما تميل الصورة تبان نيجاتيف. وهذا النوع من الصور حجمه في الغالب صغير، يا أخي ممكن حتى صغنطوط زي ما يقولوا بالليبي، لا يتجاوز 17 في 22 في أقصى حد، و 3.5 في 4 في أدنى حد. هذا النوع من الصور الديجريوتيب أو ديجريوتايب، ديجريوتيب بالفرنسية انشهر بها، علاش؟ لأنه أصلا مصنوع في فرنسا. يحطوا فيه في كاتل صغير وفوق الصفيحة المعدنية هذيك مرشة في الغالب مضغوطة بشكل كويس لمنع تسرب الرطوبة، وعليها غلاف من كل تركينة غالبا جلد زي اللي تشوفوا فيه توا، وتكون منقوش بشكل جميل جدا. من الجهة الثانية كاتفة باش المرش ما يتكسرش، هذه الكاتفة هنا. وعلى فكرة صنعوا صور منها نوع آخر يسمى ديجريوتيب ستيريوسكوبيك، وهذه تبي حلقة طبعا بروحها، اللي هي هذه تشوفوا فيها قدامكم، ما أدري الصوت هلبا، بس فيها غالبا صور زي هيكي وعدسات قدامها. تشوفوا فيها هذه فيها زو الصور والعدسة هذه باش تشوفها. هذه صور ثلاثية الأبعاد، وإحنا في مؤسستنا محظوظين حظ كبير أن عندنا هذا النوع من الصور. وزي ما قلت هذا غالي جدا. أنا ديما نمشي للأكشنز اللي هم المزاد العلني، نمشي المحلات وكذا باش نجمع هذا النوع من الصور. ما علينا، نبي نقول لكم حاجة، معليش سامحوني مقززة بس مؤكدة، معلومة مؤكدة وسامحوني. هذا النوع من الصور في أمريكا الشمالية وأوروبا يتصور به الموتى، يصوروا به الإنسان أول ما يموت. يعني الواحد أول ما يموت يمشي يحطوه في كرسي خاص وفيه حاجة تشد الركبة هيك، ويتكموه طبعا ويلبسوه حاجة باهية كان يلبس فيها زمان، ويزيدوا يمكيجوه راجل ولا امرأة، ويفتحوا عيونهم، اخترعوا تقنية هلبة لهذا الغرض، ويصوروهم باش تقعد ذكراهم في العيلة محفورة. في مسلسل تلفزيوني ايرلندي مبني على هذه النوع من التصوير، المهم قصة مفتش ومحقق يبحث عن شخص مصور لهذا النوع من الصور يقتل في الناس باش العائلات تجي تطلب منه انه هو يجي يصورهم. قصة ظريفة هيك، هي مبنية على رواية. على أي حال باش يكبر البزنس نتاع. المهم اسم المسلسل Dead Still، زي ما قلنا الديجريوتايب كان أحد أسماء متاعه Dead Photography، Dead Persons Photography، أو تصوير الموتى، لأن نشهروا به تصوير الميت. طبعا هذا الصور نوع من الصور يحتاجوا عناية كبيرة وتحافظ عليهم بعيد عن الرطوبة، وزي ما تشفتوا أنا الفازوات هذو اللي عندي نستخدم فيهم لهذا الغرض. كذلك الآن غاليات جدا، من الصعب جدا جدا أنك تلقى هذا النوع من الصور، ولما تلقاهم تلقاهم غاليات جدا. وشخصيا لم أرى في حياتي، ما شفتش في حياتي بكل أي صورة تصورت في ليبيا من هذا النوع من الصور.
وفيه صورة واحدة في متحف دي كيبرونلي في فرنسا، متحف أنثروبولوجي لهذا النوع من الصور، ولو المصادر تقول أنها من هذا النوع، لكن أنا شاك في هذا، ودرت حتى بحث عليها والباين أنها هي مش من هذا النوع. لعبد من عبيد مسلاتة ورد اسمه محمد بن مسعودة، وصورت سنة 1851 زي ما قلت في الحلقة الأولى، واللي هي في نظري غالبا صورة من نوع تين تايب ولا أمبرو تايب. هذا ينقلنا لنوع الأمبروتايب. هذا يعني الأمبروتايب هذا النوع حتى هو مش بعيد هل بعد ديجريوتايب من ناحية المواضيع متاعه بهي. وهذا النوع من الصور اطلع سنة 1854 وتوقف العمل به في نهاية 1865، يعني أقل من 10 سنين من الاستخدام، ولأن المدة متاعها قصيرة فهي أندر من النادر تلقى منها أمثلة لليبيا وحتى أي بلاد تانية أصلا يعني. ولكن لغرض التعريف لازم نتكلم عليه، لعل وعسى واحد منكم يلقى هذا النوع من الصور، من يدري. فكلمة أمبرو في اللغة اليونانية، هذا أمر ظريف شوية، تعني الخلود. والمضحك أن هذا النوع من الصور نفسها ولو كان الغرض منها تخليد صورة البرسن الشخص، لكن تتعرض للتلف بسرعة شديدة ولأتفه الأسباب، وهي في أحجامها نفس على فكرة حجم الديكاريوتايب، نفس الديكور، عليها جلد من برا، فيها زي ما شفتوا أوينه فريم ومرشة وإلى آخره، وحجمه ديما صغير حتى هو بين 17 و22 في أقصى حد، و3.5 و4.5 في أصغر حد، ويعني وينحطوا في كاترو صغير زي ما قلنا فوق الصحيفة المعدنية، مرشة زيها زي ديجريوتايب، وتستخدم في هلبة مواضيع وأخليد، وأكيد يعني تخليد الموتى واحدة منهم. وزي ما قلت يعني يعني ما استمرتش هلبة، جت تين تايب وتغطى عليها، واحنا عندنا منها نماذج في مؤسستنا، وزي ما قلنا هذا النوع من الصور. وعلى فكرة يعني فيه نوع تاني جاي بعدها انصنع من الكافور او التشيلاك، وهذا اللي بنتكلم عليه توه، معاش فيه الجلد واللوح وذاك كله، بدون المصورين يفكروا بطريقة مبتكرة بحيث يصوروا حاجة تكون أقل تكاليف، وحتى هي ما نظنيش في منها أي صورة في ليبيا. نتذكر طبعا من سنوات في مزاد علني صورة عن مسجد في الجزائر اتباعت بأسوام خيرية، شراها ثري إماراتي هاوي تجميع صور قديمة. المهم يعني للأسف الشديد أن كل ما نشوف الأثرياء من دول العالم كلها يحاولوا يحافظوا عليه موروث بلادهم، ويحاولوا يحافظوا عليه الحاجات متاع اللي تبني البلدان متاعهم، يعني بلادنا فيها ناس هل بس عليهم، لكن للأسف الشديد ما فيش من مهتم ببلادنا بأي شكل من الأشكال. على الاتحاد بعد هذاك قلنا جي هذا النوع اللي فيه الكافور اللي هو يسمى تين تايب، وهذا النوع الثالث من التصوير تم اختراعه ما بين 1900 استعماله ما بين 1856 وقت الاختراع متاعه الى 1878، يعني عمر شويه عليه الامبروتايب. وحتى هذه ما قعدتش وما تخلدتش زي ما يبولها اصحابها، لان نوعيه جدا رديئه وما تحافظش على الصوره مده طويله، والمواد متاعها الكيماويه تتفاعل مع الهواء والرطوبه وتدير حاجه زي الصديد هيك في الحاشيه متاعها بسبب تفاعل المواد الكيماويه. وهذا نموذج طبعا يعني، وهذه ما تساعدش الناس اللي بيخلدوا صور أحبابهم وأقاربهم. المهم لأسباب تافهة الصور تتشوه وتضيع، تدير فقاعات هيك على الحواش متاعها. وزي ما قلنا هي عبارة عن صفيحة معدنية هذا علاش يسموا فيها التن، والصفيحة المعدنية زي تعرفوا الحكوك متاع الحكاك متاع الطماطم والحكاك متاع الفاصوليا والزيت وغيرها، نفس الحديد اللي يستخدموا فيه غادي يستخدموا فيه لتصوير الصور هذه. بعد هذا النوع كلهم اللي سميتهم تشتوه من الصور، جي نوع آخر من التصوير اسمه كارت دو فيزيت، حتى هو اندار في فرنسا واخترعوه في فرنسا كارت دو فيزيت، ويكون حجم الكروت اللي نعطوا فيها للزوار متاعنا. هذا النوع زي اسمه حجمه تبدا بحجم الكروت اللي نعطوا فيها للتعريف بالبزنس، وسموه بهذا الاسم لانه يصنعوا منه هلبه، واللي يجي من للناس اللي يزوروا صاحب الصور هذه يعطيهم نسخه كانت عاده من العادات اللي يستخدموا فيها في فرنسا، وعليها معلومات طبعا من الخلف عن مكان التصوير وغيره.
ونقدر زي ما قلنا نديروا عدد كبير من هذا النوع من الصور، ولان تكلفتها معش ولت غاليه هلبا، وتبدا في حجمها من 6.5 في العشرة، وهذا النوع الورقي الاول اللي بدا يبان هلبا. بدا من سنة 1854 واستمر حتى بداية الاستعمار الإيطالي. نوع من نوع ثاني من الصور يسموا فيه كابينت كارد، وهذا اللي تصورت به هلبة حاجات اللي قلنا على ليبيا، زي هذه مثلا استوديو أليس، استوديو أليس. بالمقارنة مع الحجم الكبير هذا اللي هو في استوديو قطر، ويتسمى كابينت كارد، وهو نفس اللي فات غير يتميز بالكتابة خلفه، وغالبا تكون معلومات دعائية وتكون أكبر حجم، وغالبا ورق متاعها رقيق هلبة، بحيث أنك أنت يعني زي ورق السبسي هذاك، ومحطوط عليه ورق مقوى ويكتب عليه معلومات ويكون فيه الإطار وكل شيء. هنا بدو ينقصوا في الأسوام متاع الصور. أنا نتوقع العائلات اللي كانوا تجار كبار واللي كانوا يسافروا حتى برا ليبيا لابد ويكون عندهم هذا النوع من الصور، وأكيد هل بدأسين نماذج من هذه الصور طبعا لشدودكم من القرن العشرين وبداية القرن 21. وزي ما قلت هذا النوع فيه منه نماذج هلبة، وهذا يتميز بأن صورته لونها سيبيا، فيها شيء من القهوي، ويحطوها على ورق مقوى من غير مرش، اللي إذا كانت العائلة طبعا دارت بعدين منه نسخ وحطتها تحت مرشة ودارت له برواز حتى هو. غالبا يجوب كل المعلومات التاريخية معهم، ويكون عليهم كثير من الخلف، اسم استوديو، مكان التصوير، الوقت نتاع التصوير لآخره. وعلى فكرة الديجريوتايب بروازه برواز حقيقي زي ما شفتم، بكري ذهبي وكل شيء، والبرواز متاع هادو زي ما قلنا بدو ينقصوا فيه التكاليف، والبرواز متاع هادو ولا خط ذهبي على ورق مقوى. يعني النوع هذا تغير باش نقصوا التكاليف مرة تانية. بعد هذا خشوا في عالم الورق العادي مباشرة، واللي تصدرت فيه شركة كوداك المشهد، وهني وين يبدأ الخلط، ونجد يعني نبدأ نخش في المستعصي. هو مش مستعصي هلبا، قصدي مش فيش حاجة مستحيلة، الورق يبدأ في أحجامه ولكن عموما يعني أحجام هلبا، لكن عموما يعرف بمساحاته، مثلا يقول 3×4، 2×3، يعني التناسب، يعني الواحد فيه 3 ثلاثات، يعني 3×2، مثلا 5×4، 3×، يعني 10×7، 1×1 المربعات. وهني الغالب في اللي شفتوهم من الصور الليبية القديمة في الغالب الأعم 3×2، لكن يوجد نوع آخر كذلك بعدين الحجم حسب رغبة الزبون، ولكن نسبة والتناسب غالبا 3×2. المهم مكتبة الكونغرس وجدت أن الأحجام المستخدمة طيلة القرن العشرين اللي هي 1900 وتعالى جاي، هي عفوا 1800 وتعالى جاي 32 حجم، والسمك متاعها يعني 3 أنواع من السمك. وليبيا هي كذلك ينطبق عليها نفس الكلام هذا، وهذا النوع يسمى سيلفر جيلاتين فوتوغرافيك بيبر، يعني ورق مغلف بجيلاتين فضي، ورق تصوير مغلف به جيلاتين فضي. هنا لازم نقول الورق هو أكثر حاجة عرضة للتلف وتغير في الألوان، ولهذا تسعى جميع المؤسسات حول العالم بوضع مقتنياتها من الصور في صيغة رقمية للحفاظ عليها أولا، ووضعها في متناول الزوار. وهذا في العالم، وإحنا للأسف في العالم المتخلف كل شيء حكر على المؤسسات، لين تقوم حرب ولا تتغير مدير ولا يخش ولد حرام ويضيع كل الموروث القومي. المرة اللي فاتت تكلمت على شنصار الاستوديو ناشا وانا في بنغازي كيف دمروه، وكل تاريخ بنغازي ضاع من الصور للأسف الشديد. وفي استوديوهات هلبة حتى في طرابلس على فكرة في عصر الجماهير باسم الشرعية الثورية قضوا عليه حاجات هلبة. أهلا نوريكم نماذج بس من الصور الثلاثية الأبعاد لمدينة طرابلس، هذه الحارة القديمة، شوفوا كيف، شوفوا الصورة هنا كيف باهتة هلبة تو لما ندخلها شوفوا، وحتى هي عليها في ورق مقوى وإلى آخره. على أي حال وصور هلبة على فكرة ثلاثية الأبعاد لمدينة طرابلس تصورت زمان، مش هذا وقتها، وحنجوها في وقتها. وهذه تحتاج طبعا لجهاز زي هذا
باش يبين لكم الصورة. كنشوفوا الجهاز فيه الضي الداخل، هذا الضي يعكس فيه لأن العدسات والأخير وفيه مرشة هنا هي اللي تدخل في الضي بحجم أكبر. على أي حال تنحط الصورة هذه داخل الجهاز هذا وتبدأ تشوف الصورة للألعاب كأنك قاعد في المكان هذاك. وهذه نوعدكم حندير عليها حلقة بروحها. فيه حوامل تانية للصورة غير الورق الحساس والمقوى والصفاية المعدنية، فيه كذلك المرش الزجاج، وهذا نوع جدا معقد العمل به لكنه متوفر. والرحالة بالذات صوروا به في ليبيا هلبة، وتكلمنا في الحلقة الأولى عن التاجرين من تشيكوسلوفاكيا فريدريك ماتشولكا وريتشارد ستورش. صح مش كل شيء في الصور متاعهم اللي هما 361 صورة اللي وصلونا منهم من هذا النوع بالذات، لكن هلبة استخدموا هذا النوع. والسبب طبعا اللي كانوا فيه الرحالة يديروا هذا لأنه سهل لما تروح من الرحلة تطبعه على ورق زي النيجاتيف، وكذلك يقدر يديروا محاضرات به ويقدر يعرضوه في الحائط بحجم كبير إلى آخره. وكان زمان يستخدموا في ماجيك لانترن، وهذا تكلمنا عليه في الحلقة اللي فات، ينحط فيه هذا ويطلع الصورة على الحيط، رغم مش بروجيكتر زي ما نعرفوه اليوم، هو جديد يعني حاجة قديمة هلبة، ومرة تحطها غير على الشمس هيك بس باش تشوف الصورة نفسها. وفيه هذا النوع تتسمى فيه يعني حتى هو ثلاثي الأبعاد من هذا النوع يسمى ستيريوسكوبيك إيمجز حتى هو، ويستخدم فيه هذا الجهاز اللي قلنا عليه قبل شوية للصور الثلاثية الأبعاد. طيب أغلب الناس إن يظن أن الصور ثلاثية الأبعاد جديدة، لكن في الواقع هذا النوع من الصور زي ما شفنا مبكري النموذج هذا من 1858. المهم أنا غير قلت إن نتكلم عليه باش تشوفوه وتعرفوا إن هو موجود، يعني زي الصورة اللي وريت لكم قبل شوية لمدينة طرابلس اللي هي هذه تصورت سنة 1906 صور ثلاثية الأبعاد، ونوريكم حتى في السكرين صور على مرج ثلاثية الأبعاد، وكذلك فيها الصور النوعية هذه الكارتولينات اللي اندارت في المدينة القديمة أو في المدينة الجديدة متاع طرابلس، وهذه موجودات كذلك بكثرة. وهذه كذلك نوع ثاني من الصور ينحطوا في جهاز زي هذا الجهاز هذا. المهم هذا كله مهم أنكم تعرفوه بس باش تعرفوا أمتى تطلع والتواريخ اللي طلع منها. إذن الصور مرت بمراحل ونقدر نعرف تاريخ الصورة لو عرفنا نوعيتها اللي اندارت منها، حجمها أو التقنية المستخدمة فيها، وهذا يحطنا في تاريخ تقريبي جدا لوقت التقاط الصورة. بعضنا نعرفوه من خلال الختم اللي زي ما قلنا في الغالب المصور يلحقوا فيه بالصورة ملتاري، وهذا في فترة متأخرة جدا، ومرات من خلال الشخصية المرفقة أو المكان وغيرها. يعني بعدين فيه معرفة التاريخ حتى هي مهمة من خلال معرفة العناصر اللي تتكون منها الصورة، يعني مثلا مبنى كان موجود مثلا في بني في وقت معين. مثلا شوف الصورة هذه امتاع الميراماري باهي في ميدان الشهداء اليوم، تو نقدر نقوله بكل أريحية أنها كانت تصورت هذه الصورة قبل 1941 وبعد 1922. علاش نعرف الكلام هذا؟ لأن هي انبنت 22 وتهدمت 41 في الحرب العالمية. بعدين نشوف عناصر الصورة الثانية، تو احنا حددنا ما بين 22 و41، نقدر نشوفه بطريقة أدق لأن فيه مبنى ثاني حتى هو مبني بعدها، فنعرفه نقص التاريخ ونقلصه حتى نوصل لتحديد ومعرفة الصورة هذه أمتى اندارت بالضبط. هذا يكون أمتى لما نعرف التاريخ متاع المنطقة وكذا. مثلا حتى في الأشخاص على سبيل المثال، بس هنا نشوفه في صورة سليمان الباروني باهي اللي عاش في عمان سنة معينة مثلا، وبعدين نقدر نحصره التاريخ اللي وصل فيه لعمان والتاريخ وفاته. بعدين نشوف ولده اللي مصور بجنبه طارق مثلا، نشوف الصورة هذه ونعرف ونقدر قداش عمره، وإحنا نعرف قداش تاريخ الميلاد متاعه، فنقدر بشوية بشوية نوصل لتحديد بالضبط أمتى الصورة تصورت، يعني ممكن مش باليوم والنهار لكن في وقت تقريبي جدا ونقلص فيه كل الاحتمالات. يعني بشوية من البحث والتقصي الصورة راهي وثيقة تحتاج متخصص ومش كل حد يقدر يفتي فيها. الحاجة الثانية
وانا هذه ديما راهو لازم نتكلم عليها، لان فيه هلبة يدعوا ان عندهم ارشيف صور والى اخره، وانك تحصل ارشيف صور مش امر سهل يعني. فلما تكتب صور من ارشيف الاستاذ الفلاني او الدكتور الفلاني او الى اخره يعني، وهي مش ليك، مش انت تملكها فيزيك لهيك في يدك، وهي من ملك الاسره متاعك، راهو ما تملكش الصوره، مش صورتك يعني، فما تقدرش تقول هذا ارشيفي. فانواع الصور اللي تصورت في ليبيا او عن ليبيا يعني عرفنا في العموم يعني. ننتقل من الناحيه التقنيه لموضوع الصوره في حد ذاتها، لان بجديات خلط كان في خلط كبير في استقاء المعلومات من الصور. يعني شن تعني الصوره وشن نقدر نستفيد منها من عناصرها لاثبات مثلا نظريه معينه او نفيها للحديث عن تاريخ معين نفيه. للأسف الغالب واللي نشوفه فيه في النت هلبة من حيث ظلم وتجني بقصد أو بغير قصد، ومن العملية الانتقالية على هوى المعلق، يعني ياخذ ويوازي زي ما يبي من الصورة ويبني عليها نظرية وكتابة كاملة. بالله خلونا نحط رجلينا في رجل المصور، أي الشخص اللي وراء الكاميرا وكذلك الشخص اللي تم تصويره. بالنسبة للتصوير في استوديو فأمره غالبا سهل، وهذه في العموم تكون في ملكية العائلات، وغالبا ما يشاركوش بها إلا في المدة الأخيرة زمان الناس، هذه حاجة مقدسة، حاجة تخص العيلة متاعي، ما نشارككش بها الصورة متاعي. لكن توا طبعا كل واحد يطلع في الصورة متاع العيلة متاعه ويحطها في الانترنت، ويحط طبعا أحسن ما عندهم من صور وذكريات. وهذه غالبا يعني بس باش نفهمكم، أنا راه مش هيك شكلي كل يوم، وبوي مش هيك شكله كل يوم، واليوم اللي مشينا فيه الاستوديو تكمنا، لبسنا أحسن لبسة، ربما كانت عيد، ومش ربما كانت عيد، عفوا هذه لا ما كانت عيد، هذه كانت عيد، وهذه كانت أول ما بنينا حوشنا، فبوي وعمي الله يرحمهم رفعونا الاستوديو باش نصوروا. فأنت ماشي بتدفع فلوس في الاستوديو، فبتلبس أحسن صورة لباس وتمشي بأحسن مظهر. فالناس والصور اللي زمان نشوفوا فيهم يقولوا هذا الزمن الجميل، الراجل يمشي للحسان والمرأة تمشي لتمكيج روحها عند المزين ويلبسوا أحسن لبس، فتجيب لي صورة من هذاك الوقت وتعبر بها عن الحياة الناس طول الوقت، فهذا كلام غير واقعي. لأن الصور في يعني لأن الصورة في الاستوديو يتحكم فيها الإنسان ويمشي زي ما قلنا بفلوسه، فيمشي بأحلى مظهر ورونق وفي أبهى الصور. هذا النوع من الصور ما يحكمش به على الحالة العامة اللي كانت تعيش عليها الناس، ولا تعكس حالة البلاد الاقتصادية وغيرها. وكذلك العكس، يعني لما تمشي للدواخل وتشوف الناس مبهدلة مثلا، مش لابسة شباشب، يعني لا تعني هذا أن الناس عايشة كلها على هذه الشاكلة. مثال هادو المصورين وعندكم الصورة هذه مثلا من السوق، مصورها التشيكسلوفاكيين الزوز هادو الرحالة اللي جو وطلعوا من ليبيا 1906، مبهدلين حوايجهم مشركة، شلايك متاعهم ما فيش مرات، ومرات مش بالك تعبانة وإلى آخره. هل نقدر نحكم على الشعب كله بالطريقة هذه؟ لو تقدر تحكم على الشعب بطريقة هذه، ان هو كل شعب في ميزيريا، برا لأي ورشة اليوم وشوف لي بتاع الورشة كيف لابس حوايجها، ملبزات كلهم، لابس أسوأ كندرة وأسوأ جوانتي ومش مداير شعره وهي لآخره، لأنه ما يحتاجش يرتب روحه لأنه قاعد في الورشة يخدم. به المهم خلونا نولوا من الأول، ربما من الأحسن نولوا من الأول ونتعرفوا على المصورين، ونبدو بالأجانب اللي يسافروا من بعيد باش يجوا لليبيا أو إقليم طرابلس في هذاك الوقت. انت ما تسافرش المسافة هذه كلها مثلا من بريطانيا او تشيكسلوفاكيا لليبيا والمادة الحالة المادية متاعك تعبانة. شوفوا المصورين هادو من تشيكسلوفاكيا هادو الزوز، اللبس متاعهم ومظهرهم في مدينة طرابلس مقارنة بالليبيين، يعني صحيح في فرق حضاري، لكن راه ما تقدرش تقارن هذا اللي مسافر وجايك لعندك بالوطن اللي مقعمز ويخدم في السوق. علاش؟ لأنه مظهر يعني هو ما تعبش وجاي من بلاد بعيدة هلبة إلا وعنده حالة المادية تسمح له أنه يسافر. وكذلك اللباس والمظهر مختلف من بلاد لبلاد، وهو يبي يبين بلاده في البلاد اللي ماشي لها وغيرها من الأشياء. فحالته المادية تقارنها مع حالة الليبي التاجر الكبير اللي كان في هذاك الوقت، ما تجيش تقارنها بواحد في السوق.
لو بنقارنه عندنا صور هلبة في الانترنت على بريطانيا على سبيل المثال، خلوا وراهم ميزيريا وناس فقراء وعائلات تعيش مع حيوانات في نفس الفترة يصوروا فيها في ليبيا في زرايب حشاكم. وهذا موضوع طبعا يبي فيديو بروحه، فالانبهار اللي عندنا هلبة في غير محلة، مع أنه ديما في فوارق طبعا حضارية ما ننكرهاش، لكن الشخص اللي يصور عنده غرض جيل خاطره وغالبا حالته الماديه كويسه، وهذا طبعا يبي دراسه قبل ما تبدا تتكلم على الصوره وعلى شن تعبر. انا والله احس في نفسي هلبة لما نشوف في الصور وناس يقولوا يلي بين عايشين في ميزيريا يقولوا يلي بين حاجتهم كويسه وكلمتين هيك من غير اي معنى. اذا لازم نعرف ونحط رجلينا في رجل المصور اللي صور والرحاله واي جهه يتبع لها. ففي رحاله هلبة كانت تتبع مؤسسات تجاريه ربحيه كبيره، وفيه اللي يبعثوا فيهم مؤسسات للاكستكتاف الجغرافي، فيه اللي يبعثوا فيهم متاحف لتصوير العادات والتقاليد، فهذو غالبا يكون التصوير متاعهم كويس. وفيه اللي يجوا باش يصوروا ويبيعوا في الصور في بلدانهم ويحاولوا يجمعوا اكبر قدر ممكن من الصور الغير مألوفه عن الشعوب اللي مشوا لها، وفيه اللي غرض متاعها اكتشافي لغرض الاستعمار باش يميزوا الحاله اللي عليها الشعوب لغرض استعمارها والتحكم فيها. المهم في هلبة أغراض للبحث، فيه البحوث الأنثروبولوجية الاجتماعية زي اللي داروها في الكتابة في الاستعمارية زمان، هي نفسها داروها في التصوير. المهم تحكم على ناس وعلى شعوب وعلى مدن وعلى من خلال الصورة، يعني هذا يعني أنت تستخدم في عين المصور راهو ما تستخدمش في عقلك أنت. النتيجة تطلع بها هي نتيجة اللي يبيك المصور توصل لها. يعني لو ما خدمتش عقلك شوية، وهنا في حاجة مهمة نبي نقولها، الانتقائية هذه متاع أنصاف المتعلمين في مجتمعاتنا للأسف اللي عزروا في بعضهم بإظهار صورة مثلا لمجموعة عرقية على أنها راقية، ومجموعة أخرى على أنها متخلفة، مجموعة أخرى ما بيهاش. هذا اسمه هراء، مش ثقافة، مش علم، مش حتى حاجة. زي ما قلنا الموضوع أعمق بكثير من أنك تحكم على مجموعة من الناس أو من المدن من خلال صور. الصورة خير من ألف كتاب، هذه مثل صيني معروف، لكن لا يعني أنك أنت تستغنى عن النقد، زي ما تنتقد في الكتاب تنتقد الصورة. المهم أنت لازم تحطها في وقتها وفي زمنها والآخره. يعني مرة تانية، الشخص اللي تم تصويره من قبل الرحالة غالبا يتم تحديد هدف الرحلة متاعه والأشياء المسموح له أو لها تصويرها عرفيا وثقافيا كذلك. يعني ما كانوش يجوا لحيوش الليبيين، حيوش الليبيين ما كانوش مسخين مثلا وكذا في داخل البيوت، ما كانوش يسمحوا لهم، كانوا يمشوا مثلا في العائلات اليهودية ويصوروا فيهم الأخير، لكن العائلات المسلمة في الغالب ما يسمحوا لهمش. يعني لو هدف المصور الإثارة والحديث عن عجائب ما رأاه في هذه البلدان، فأغلب صورهم تلقاهم لناس مبهدلين وناس تساسي وناس من غير شلايك وحالات هلبة، ناس في وضع مزري إلى آخره. لو كان الغرض بحث في اللباس مثلا، فغالبا يدور عليه لقطات عن جميع أنواع الألبسة مثلا، وهنا يبانوا الليبيين في فخامتهم وفي لباسهم التقليدي وإلى آخره. لو كان العمارة وغيرها من المواضيع، فلا يمكن يا أخي المثقف زي ما يقوله والمشاهد كذلك على حد سواء الحكم على حقبة زمنية باعتماد على الصورة فقط. الصورة مهمة جدا، تقول هذا زمن ميزيريا وهذا زمن الجميل، راهو انت عينك عين المصور بس زي ما قلنا. وشني بي هو او هي طريلك؟ مش كل شيء تشوف فيه هو عين الحقيقه، هو حقيقه فقط في زاويه المصور. يعني نبو حلقه تامه عن كيفيه قراءه الصوره، وحنا تو تكلمنا ووثقنا هذا كله وعرفنا زمن الصوره والاشياء هذه كلها، وتكلمنا شويه عليه كيفيه قراءه الصوره. الصورة هي زي الوثيقة القديمة، صحيح الوثيقة تخبرك عن الحدث اللي كان، ولكن لا يمكن أن تخبرك عن كل المجتمع. الوثيقة محددة في الغالب في زمن ومكان. وخلينا أعطيكم مثال من المؤرخين مثلا. بهي في مؤرخين هلبة انتقائيين، وبسبب الصراعات شرق غرب وإلى آخره عندنا منهم نوعين. وخلينا نأخذ النوع العهد العثماني الثاني، اللي بيذم العثمانيين ويطلعهم في أبشع صورهم، يجيب كتب النايب الأنصاري، واللي يبي يعني ويبدأ يفصل ويشرشح وياخذ اللي يعجبه من النصوص، واللي يبين الوجه الحضاري الغير حضاري والبشع للعثمانيين، واللي يبين الوجه الحضاري لنفس الفترة يجيب كتب الفقيه حسن ويبدأ ياخذ شين يبي من هذيك الفترة، وهذا يمشي مع كل العصور طبعا والأزمنة الانتقائية.
غالبا أصحاب الانتقائية هم أصحاب أيديولوجية وعندهم عصبية وإلى آخره وجاهلية الحق يعني، سامحوني على اللفظة لكن هذا اللي صاير. الصورة نفس الشيء، الليبيين اللي عندهم حب جلد الذات ويتكلموا على أنفسهم بصورة سلبية، يجيبوا الصورة متاع الليبيين خانعين ولا ليبيين مثلا يعني مثلا ماشيين لموسيليني ويصفقوا له، ولا ليبيين كذا ويقول لك ما فيش جهاد في ليبيا أو يستقبلوا في الملك الفلاني أو العسكري الفلاني. وفيه الطرف الثاني يجيب الصورة متاع أجداده قاعدين في المعتقلات أو جده مخشنوق وكذا، ويبين أن الليبيين كلهم كانوا مجاهدين. انت تبين راهو في الصورة من الجهة متاعك، من وجهة نظر متاعك وكيف تشوف لها، راهي مش الصورة الكاملة للبيئة. المهم، وبعدين عندنا استخداماتها من فئة تبين انها خير من الجهة الثانية وانها كانت مجاهدة وهذيك الجهة كانت خاضعة للاستعمار. المهم هذا توازي، زي تخش للسوق وتختار الطماطم الباهي بس اللي يمشي معك انت، واللي ما يمشيش ديما تنسبة للآخر، وهذا اسمه جهل يعني. وهذا كله يصير في غياب يعني غياب مؤسسات دولة. رأوا الصور يعتبر موروث قومي، والدول تدير وتحافظ على هذا النوع من الصور كوثيقة تاريخية، والصورة رأوا لا يستهان بها في تكييف نظرة الشعوب لأنفسها، وهذه حال حنديرها في الحلقة الرابعة ونتكلم عليها بهلبة. يعني وفي هلبة ناس تبث في سمومها من خلال الصورة في غياب زي ما قلنا المؤسسات والأكاديميين الجادين. يعني غالبا المكتبات المركزية في الدول هي اللي تعتني بهذه القضايا وهي اللي تأرشف الصور، وإحنا زي ما قلنا اهتمينا هلبة بأرشفة الصورة متاعنا في ليبيا. المهم الواقع شيء أحيانا والصورة شيء ثاني، لكن الصورة كذلك مش نستهين بها، مهمة جدا. وزي يعني بعض الناس يقول لك الصورة حلوة وأحلى سنين وفي الأربعينات والخمسينات، ويبين الصور زمن الجميل، الناس لابسة بدالي من أربع قطع ولباس أنيق وشوارع نظيفة وغيرها. اللي غيب عليه هلبة ناس أن العالم كله أصلا في الأربعينات والخمسينات كان يلبسوا نفس الطريقة من البدالي متاع ثلاثة قطع مثلا وتسريحات الشعر وغيرها، كانت سمة العصر سواء ليبيا أو غيرها. فاللباس هذاك الوقت هو الطاغي أصلا. خذ صورة لنفس الفترة في مكان في العالم تلقاها نفسها، نفس المظاهر والظواهر يعني. بعدين بديت تدني لما خش العصر التصنيع التسريع الصناعي وإلى آخره، بدينا ننقصه بدل من ثلاثة بدالي من ثلاثة قطع ولا تبدل من اثنين، بعدين الحين الجاكة وقعدت القروطة بس، بعدين الحين القروطة وقعدت السورية بس، بعدين وين وصلنا للوضع اللي احنا فيه الآن، سروال أمريكاني ومتقطع ومتشرك. المقصود ان التدني هذاك وهذاك العصر هي السمة متاعه، والعصر هذه هي السمة متاعه حسب اللباس. وهذا لا يعني ان الشعب كله كان يلبس بنفس الطريقة زي ما قلت، وهذا موضوع بروحه. بالله باش ما ننساش، وهذه معلومة مهمة كذلك تصب في نفس الغرض، يجب ان ناخذ في الاعتبار عن كيف كانت الناس عايشة، حتى هي مهمة. راهو البشرية كلها مش غير شعوبنا تصنع في القماش بروحها، يعني كل عيلة عندها مكان يصنعوا فيه القماش ويصنعوا فيه زي ما يصنعوا احنا وانا في الحولي وغيره وغيره. كان القماش والألوان الزاهية مش سمة متوفرة في العالم كله، بل كانت جد حكر على أثرياء الأثرياء. يعني مثلا كل واحد فينا عنده في حوشه الآن خمسة ستة بدالي ويلبس فيهم طول الأسبوع. هذا الأمر لعند وقت قريب ما كانتش متاح بكل بكل، حتى لو عندك فلوس يعني ما كانش سهل. يعني اللي يقول شعوبنا كيف لباسهم يعكس حالتهم المادية، يعني في نوع من الحقيقة، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن القماش واللباس ما كانتش بالوفرة اللي موجودة اليوم، زي هو زي الورق على فكرة يعني، فما كانتش تتصنع بصورة ضخمة زي توه. زي ما قلنا القماش كان ينصنع باليد راهو وياخذ سنين، وبعدين يتباع بتكلفة عالية جدا. والعصر الصناعي في أوروبا بدأ أصلا بصناعة الأقمشة، ولو تشوفوا في الأفلام القديمة كانوا يرفعوا في القماش في أمريكا الشمالية ويرفعوا في القماش لأفريقيا ويقايدوا فيها بالذهب. يعني هذه بالبداية لما كان القماش غالي جدا، فما بالك الشعوب متاعنا. كان العثمانيين في حتى طرف مذكورة في الكتب عن العثمانيين يقايدوا بأشياء ثمينة جدا من الآثار الليبية الأخيرة مقابل قطعة قماش، للأسف الشديد يعني. لكن القماش كان له قيمة زمان راهو، يعني مش كل حد عنده قماش وإلى آخره، وكله والغالب ده بأوروبا اللي كانت هي الحكر على تصنيع هذا الشيء.
هنا بنوقف عن الحديث عن تاريخ الصورة والتصوير وكيفية تحديد عمر الصورة وزمن تصويرها، وتكلمنا على كيفية قراءة الصورة ومعرفة محتواها، وعرجنا على التاريخ في العموم، يعني تكلمنا على أوروبا، تكلمنا على هذا وهذا. فنبيكم غير باش تفكروا شوية معاي قبل ما تحكموا على الصورة، وكذلك حتى حد قدامكم يكتب ويتكلم على الصورة تعرفوا على شين يكتب، وتشوفوا كلام المعلقين لأن أغلبهم راهم مش من المتخصصين، وتقدروا تقيموا قيمة المعلومة اللي يعطولكم فيها على الصور اللي حطوا فيهم. عليتي حي تحياتي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحنتكلموا فيها أكثر عن الصور في مراحل لاحقة عن الصور هذه اللي تكلمنا عليها المرحلة هذه. تحياتي وإلى اللقاء إن شاء الله.